الأسبوع اللي فات رحت الجناح الصيني والجناح الأمريكي. بصراحة الجناح الصيني ما لقيتش فيه حاجة واو يعني، لكن لما دخلت الجناح الأمريكي لقيته جميل جدا. فالأسبوع ده حبيت إن أنا أعمل لكم فيديو فيه وأوريكم إيه موجود جوه. يلا بينا على الجناح الأمريكي ونستكشف إيه موجود جوه. أنا عن نفسي شفته قبل كده، بس المرة دي عايز أوريه لكم وأشرح لكم إيه اللي موجود جوه. قبل ما ابدا ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب اللي شفناه اول مره حالا اهوت. ولو عندك اي سؤال اخر الفيديو ما تنساش تكتبه لي في التعليقات. يلا نبدا الجوله بتاعتنا. جناح الولايات المتحده شعاره الحياه والحريه والسعي الى المستقبل، ولما هتدخل حالا اهوت في المدخل هتلاقي الشعار ده كاتبينه اول حاجه يا دوبك وانت لسه داخل. احنا دلوقتي داخلين على المدخل، اول ما هتشوفهم شعار الولايات المتحدة، وبعد منه اول ما نعدي من الباب على طول هتلاقهم الشعار الخاص بالجناح اللي هو الحياة والحرية والسعي الى المستقبل. زي ما انتم شايفين كده الحياة والحرية والسعي في سبيل المستقبل. وأول ما هتبدأ الجولة بتاعتك هتقف على سير أو ممشى متحرك، يعني أنت مش هتمشي، هتقف على السير وهو اللي هيمشي بيه، وأنت ماشي بيقابلك بعض العبارات الحقيقية. فعلا نحن نعتبر هذه الحقائق بديهية، أن جميع الناس خلقوا متساوين وأن خالقهم منحهم حقوقا معينة غير قابلة للتصرف، من بينها الحياة الحرية والسعي وراء السعادة. وبعد كده بيبدأ يظهر لك الإيد أو الشعلة بتاعت تمثال الحرية، ورا منها شاشة بتعرض لك تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. واللي قدامكم في الصورة ده اسمه توماس جيفرسون، صاحب إعلان الاستقلال والرئيس الثالث للولايات المتحدة الأمريكية، وكان معاه النسخة دي من القرآن اللي هوريها لكم حالا، وكانت من أشهر أقواله. بيقول: كان ولا يزال حق الفرد في ممارسة حريته الدينية عنصرا جوهريا في التجربة الأمريكية منذ تأسست الدولة، وهو حق مكفول في دستور الولايات المتحدة. وده العالم ألكسندر غراهام بيل، أول واحد اخترع التليفون في التاريخ وقدمه للإكسبو سنة 1876. بعد كده بندخل على شاشة بقى بتستعرض لك كل حاجة. علماء الأمريكا وبيقول لك ان هم اول ناس قدروا ياخدوا صورة للارض ويعرفوا شكلها عامل ازاي. واحنا ماشيين بقى في الطريق كده هيبدأ بقى يظهر لكم صورة العلماء، وان هم اول ناس اخترعوا التليفونات، وان هم اول ناس اخترعوا العربيات او السيارات. زي ما انتم شايفين بقى استمتعوا بالشو الجميل ده. There are 3.2 billion computers built into the smartphones that sit in the pockets and homes of people everywhere. Immediate access to information has created a new world that continues to change the way we live, conduct business, and envision tomorrow. Steve Jobs.
ده لعشاق بقى الايفون، الاشخاص الذين لديهم ما يكفي من الجنون ليعتقدوا ان بامكانهم تغيير العالم هم من يقومون بالتغيير فعلا. ده اول واحد اخترع الايفون، او ده مخترع الايفون. اول ايفون نزل كان نزل سنة 2007. في الساحة دي بقى بيعرضوا لكم الحياة في أمريكا عاملة إزاي، يعني كل واحد من ثقافة مختلفة بيتكلم عن الحياة في أمريكا. طبعا أول ما شفتوها افتكرتها فعلا، يعني دي يعني الكرة الأرضية بجد. طبعا اللي يشوفها يقول دي يعني فيديو متاخد من الفضاء، لكن دي خدعة بصرية. دي كرة موجودة في السقف فعلا وبتقدم العرض اللي انتوا شايفينه ده. هتديكم معلومات عن أمريكا والتعليم في أمريكا، حتى كمان في الآخر هيتكلموا عن الفضاء واللي وصلوا له للفضاء. فالعرض ده ممكن بيقعد حوالي بتاع 5 دقايق او حاجة زي كده. انا قصيت منه شوية بس استمتعوا بيه، هتحبوه يعني. يلا اسيبكم على العرض ده وارجع لكم بعد ما العرض يخلص. Opportunities for everyone to determine their own future. It's a future.
ده كان العرض بتاع امريكا اللي موجود تحت. دلوقتي هنطلع الدور الثاني. تقريبا في حاجه زي روبوت او حاجه زي كده اللي هي موجوده او اللي كانت موجوده على المريخ. اعتقد ان هم جابوها هنا او يمكن يكونوا جابوا نموذج لها هنا. تعال نطلع الدور الثاني فوق ونشوف موجود فيه ايه. اللي قدامكم ده
واحدة من السيارات الروبوتية اللي كانت موجودة على كوكب المريخ لفترة. الكلام ده حسب ما قالت لي المرشدة اللي واقفة على السيارة دي. الله، اللي قدامك ده قطعة من نيزك من كوكب المريخ كان وقع على الأرض في القطب الجنوبي، ولقوه في 27 ديسمبر سنة 1984. تعالوا بقى نشوف في الناحية التانية، ده بقى اللي الناس كلها بتيجي علشانه. دي قطعة من صخور القمر عمرها حوالي أكتر من 3 مليار سنة، وهي أقدم الصخور اللي جابوها من القمر للأرض. انت خارج بقى هتلاقي صورة طبق الأصل من صاروخ فالكون 9 اللي أطلقته شركة سبيس إكس اللي قدامكم ده. اكتر حاجة عجبتني في الجناح الامريكي العبارات اللي موجودة على الحيطة، والعبارات بتاعت المخترعين والعلماء اللي موجودين في امريكا اللي انا وريتها لكم وانا بصور. قولوا انتوا بقى ايه اكتر حاجة عجبتكم في الجناح الامريكي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعمل لايك، والناس اللي شفنا اول مرة ما تنسوش تعمل سبسكرايب. ولو عندك اي تعليق او مش تعليق قول لي ايه رأيك في الجناح الامريكي، اكتبوا لي تحت في التعليقات. خدوا بالكم من نفسكم، ان شاء الله اشوفكم بقى الفيديو الجاي الفلوج الجاي. تعالوا نشوف هنعمل ايه. السلام عليكم.